صباح الخير طلابي، كيفكم؟ إن شاء الله أموركم تمام. اليوم إن شاء الله رجعنا لكم بدرس جديد. الدرس إن شاء الله بيحكي عن الأسس. طبعاً الأسس هي مرقت معكم بالسنوات الماضية بالصف الخامس، لكن حالياً رح تيجي معكم بشكل أوسع. بدنا أول شيء نتعرف شو هي الأسس. هلأ الأسس اللي بدي تعرفه إنه بستخدمها مشان أمثل حاصل الضرب المتكرر للعدد نفسه. شو يعني حاصل الضرب المتكرر في العدد نفسه؟ بيكون عندي عدد، مثلاً عندي السبعة، رح أضربه بنفسه أكثر من مرة، ضرب سبعة، ضرب سبعة، ضرب سبعة، أكثر من مرة، قد ما بدي بقدر أضرب العدد نفسه. بعد ما أخلص بدي أمثل هذا العدد على صورة أس. كيف رح أعمل هاي الحركات؟ إن شاء الله رح أتعلمها لقدام شوي. هلأ بس بدي تعرف كمان إنه إذا كتبت العدد بهذا الشكل، عندي الخمسة هاي بسميها أساس، الخمسة بسميها أساس، والثمانية اللي بتكون مكتوبة بشكل صغير فوق العدد هيك، هاي بسميها الأس أو القوة. ناخد مثال مثل هيك، عندي مثلا تسعة أس اثنين. هلأ التسعة هاي هي اللي بسميها أساس، والتنين اللي هون هاي اللي بسميها الأس أو القوة. الأس أو القوة، التسعة هي اللي بسميها أساس، والتنين اللي بهذا الشكل بتكون مكتوبة بسميها أس أو قوة. هلا يا مس، نيجي ناخد مثال عندي بهذا الشكل، بحكي لك هون عبر عن المقادير الآتية بصورة أسس. أول مثال حكى لك 3 ضرب 3 ضرب 3. اللي بدي أنتبه له هون إنه الثلاث مضروبة ببعضها، نفسها نفس العدد مضروب ببعضه بشكل متكرر. شو أنا باجي بعمل؟ لما بدي أكتبه بصورة أسس بده يكون في عندي أساس وبده يكون في عندي أس. شو هو الأساس؟ هو العدد المتكرر. شو العدد اللي تكرر هون؟ عندي 3، وعندي برضه هون 3، وعندي هون 3، باخده مرة واحدة، باخده مرة واحدة، العدد اللي تكرر باخده مرة واحدة. كم مرة تكرر؟ مرة، مرتين، 3، برفع الأس 3. هاي الثلاث الأس اللي هي عدد مرات التكرار. الثلاث اللي هون الأس اللي هو عدد مرات التكرار. نيجي للمثال الثاني، عندي العدد المتكرر اللي هو 4، بنزله مرة واحدة، كم مرة تكرر؟ مرة، مرتين، 3، 4، 5، برفع الأس أو القوة 5. برجع بعيد، 4 بسميها أساس، والخمسة هون بسميها الأس أو القوة. ومن وين بجيب الخمسة هاي؟ اللي هي عدد مرات تكرار العدد. طيب هلا يا مس، نيجي هون لمثال تاني برضو بنفس الطريقة، بحكي لك عبر عن المقادير الآتية بطريقة بصورة الأس. بنفس الطريقة، شو العدد اللي تكرر معي هون؟ السبعة، بنزل السبعة مرة واحدة، كم مرة تكررت؟ مرة، مرتين، 3، 4، 5، 6، الأس بده يكون 6، إذا 7 للقوة 6 أو 7 أس 6، بقرأها بهذا الشكل، السبعة هي الأساس والستة هي الأس أو القوة. هلا نيجي للمثال اللي عندي هون، سالب 9 كم مرة تكرر؟ العدد المتكرر اللي هو سالب 9 بنزله مرة واحدة، هي سالب 9، كم مرة تكرر؟ مرة، مرتين، 3، 4، إذا سالب 9 قوة 4 أو أس 4. طيب هلا يا مس، نيجي برضو للسؤال الأول، صفحة 37 من الكتاب. السؤال الأول بحكي لك عبر عن المقادير الآتية بصورة الأسس. بنفس الطريقة باجي بحل 8 ضرب 8 ضرب 8، شو العدد اللي تكرر؟ 8. كم مرة تكرر؟ 3 مرات، معناته الأس أو القوة بده يكون 3. طيب هلا لو جاب لي السؤال بهذا الشكل، القوة الخامسة للعدد 10. هلا القوة الخامسة، أنا حكيت لك القوة وين بتكون موجودة؟ القوة بتكون موجودة فوق العدد 10، العدد 10، فإذا العدد بده يكون 10 والقوة هي بدها تكون فوق، فحكى لك القوة خامسة، معناته بحط 10 للقوة 5 أو 10 أس 5. هون بنفس الطريقة حكى لك 9 للقوة 7،
9 هي بدها تكون الأساس، والقوة 7 بدها تكون بهذا الشكل، 9 للقوة 7. هلأ هون حكى لي 5 للأس 2، الأس هو نفس القوة، فباجي بنفس الشكل بحكي 5 للأس 2. طيب هلأ هون يا مس معطيني عمليات حسابية، أنا هون بدي أطلع قيمة المقدار الأسي. في الأمثلة السابقة أنا بس كنت أكتب بهذا الشكل 7 قوة 6، ما كنت أطلع الناتج. هلأ بالأمثلة اللي بتجيك أو الأسئلة اللي بتجيك بهذا الشكل جد قيمة كل من المقادير التالية، هون هو طالب الناتج. فاللي بدي أعمله بدي أول شيء أكتب 5 قوة 3، بدي أرجعها لحاصل ضرب عدد متكرر. شو يعني حاصل ضرب عدد متكرر؟ هذا الحكي معناته إنه الخمسة انضربت بنفسها 3 مرات. الخمسة هي الأساس، بنزلها كم مرة انضربت بنفسها حسب الأس. قديش الأس عندي هون؟ 3، معناته إنه الخمسة انضربت بنفسها 3 مرات. هلأ بس كتبت المسألة اللي عندي هون على صورة حاصل ضرب عدد متكرر بدي أطلع قيمتها. هلأ يا مس خد كل عددين مع بعض، انسى العدد الثالث اللي عندي هون، خد كل 2 مع بعض وطلع ناتجهم. عندي هون 5 ضرب 5 25. بس خلصت العددين اللي عندي هون بنزل العدد الثالث، بصير عندي 25 ضرب 5. هلا 25 ضرب 5 خدها على جنب واضربها، 5 ضرب 5 25، 5 ضرب 2 10، و2 اللي باليد 12. إذا طلع الناتج عندي 125. هلا هون المثال اللي عندي هون 3 قوة 1، 3 قوة 1 شو العدد اللي عندي هون؟ 3، هيك بنزل الثلاث. كم مرة مضروبة بنفسها؟ شو أعطاك هون القوة؟ 1، معناته خلص مرة واحدة الناتج رح يكون 3. المثال اللي عندي هون سالب 3 قوة 3، هاي كيف بدي أحلها؟ شو العدد أو الأساس؟ 3 مضروب بنفسه كم مرة حسب القوة أو الأس؟ 3 مرات. إذا بحلها بهاي الطريقة، السالب 3 بينزل كم مرة مضروب بنفسه؟ 3 مرات حسب القوة أو الأساس، بضربه بنفسه 3 مرات، سالب 3 ضرب سالب 3 ضرب سالب 3، وبحلها بنفس الطريقة اللي حليت فيها العدد المسألة هون، كل عددين باخذهم بضربهم ببعض. طيب سالب 3 ضرب سالب 3، هلا اضرب وانسى السالب على اضرب بشكل عادي، 3 ضرب 3 9، بعدين تعال للسالب. هلا نرجع نتذكر بالدرس السابق اللي اخذناه بضرب الاعداد الصحيحه وقسمتها، حاصل ضرب عددين لهم نفس الاشاره شو بيعطيني الناتج؟ عددين لهم نفس الاشاره الناتج بده يكون موجب. اذا سالب 3 ضرب سالب 3 9. هلا شو ضل عندي هون؟ ضرب سالب 3، بنزلها وبكمل حل. عندي 9 ضرب 3 27. طيب موجب ضرب سالب، لما بدي أضرب عددين لهم إشارات مختلفة الناتج إشارته بدها تكون سالب، فإذا الناتج بده يكون سالب 27. نيجي للمثال الرابع هون، المثال الرابع بحكي لك سالب 2 قوة 2. هذا الحكي شو معناته؟ الأساس 2 الأساس سالب 2. بهي الحالة شو بعمل؟ بنزل السالب 2. طيب كم مرة مضروبة ببعضها؟ مضروبة ببعضها حسب القوة أو الأساس، مرتين، اللي هو عندي الأساس هون 2، فيعني إنه السالب 2 مضروبة بنفسها مرتين، سالب 2 ضرب سالب 2. طيب سالب 2 ضرب سالب 2 كيف بحلها؟ عادي أضرب والإشارات خليها شوي على جنب، 2 ضرب 2 4. طيب سالب وسالب إشارتين متشابهات، حكينا بالدرس السابق اللي هو درس ضرب الأعداد الصحيحة وقسمتها، لما بدي أضرب عددين إلهم نفس الإشارة بهاي الحالة الناتج بده يطلع موجب، فإذا سالب 2 ضرب سالب 2 يساوي 4. طيب هلأ نيجي للسؤال الثاني، صفحة 38 من الكتاب. السؤال الثاني بحكي لك بنفس الطريقة جد قيمة، هلأ السؤال شو حكالي؟ جد
قيمة كل من المقادير الأسية الآتية. هذا الحكي معناته أنه أنا بدي أطلع ناتج المقادير الأسية اللي عندي هون بنفس الطريقة، 7 قوى 3 أو 7 أس 3. هذا الحكي معناته أنه 7 مضروبة بنفسها 3 مرات حسب الأس أو حسب القوة اللي عندي هون. فإذا 7 هي الأساس بضربها بنفسها 3 مرات وبطلع الناتج بنفس الطريقة، باخذ كل عددين مع بعض. شو عندي هون؟ 7 ضرب 7، باخذ أول عددين 7 ضرب 7 49. شو ضل عندي؟ ضرب 7، بنزلها 49 ضرب 7 على جنب، 49 ضرب 7. توفي شوي. عندي هون 7 ضرب 9 63، 6 باليد. هلا 7 ضرب 4 28 و6 باليد 34. هيك الناتج بيطلع عندي 334 ويساوي 343. هلا هون يا مس عندي 9 قوى 2 او 9 للمرفوعه للأس 2. هذا الحكي شو معناته؟ انه التسعة هي الاساس بدي اضربها بنفسها مرتين. 9 ضرب 9 يساوي 81. هلا يا مس نيجي للمساله اللي هون، سالب 2 مرفوعة للقوة 5. هذا الحكي شو معناته؟ انه الاساس سالب 2 مضروب بنفسه 5 مرات، مضروب بنفسه 5 مرات. فباجي بحكي سالب 2 ضرب سالب 2 ضرب سالب 2، هيك مرة مرتين 3، هاي 4 وهاي 5. هيك معناها انه السالب 2 هي الاساس مضروب بنفسه 5 مرات. وبحل كل عددين مع بعض، سالب 2 ضرب سالب 2. سالب 2 ضرب سالب 2 اضرب، وبعدين بترجع للاشارات بس ما تنسى الاشاره. بضرب بشكل طبيعي 2 ضرب 2 4. طيب الاشارتين سالب سالب، اشارتين متشابهات، لما اضرب عدد والاشارات نفسها بالضرب، لما يكون عندي سالب ضرب سالب النتيجه بدها تطلع موجب. طيب هلا شو ضل عندي؟ اللي ضل عندي بنزله، ضل عندي سالب 2 3 مرات ضرب سالب 2 ضرب سالب 2 ضرب سالب 2. هلا بنفس الطريقه برجع باخذ كل عددين مع بعض، عندي 4 ضرب سالب 2، بضرب 4 ضرب 2 8. طيب اشارتين مختلفات، لما اجي اضرب عددين لهم اشارات مختلفه الناتج اشارته بدها تطلع سالب، اذا سالب 8، وبنزل اللي ضل ضرب سالب 2 ضرب سالب 2، وبرجع باخذ كل عددين مع بعض، سالب 8 ضرب سالب 2، 8 ضرب 2 16. طيب سالب ضرب سالب اشارتين متشابهات، ولما اضرب عددين لهم نفس الاشاره الناتج بدها تطلع اشارته موجب. شو ضل عندي؟ ضرب سالب 2. هلا بحلها 16 ضرب 2 32. طيب اشاره 16 موجب واشاره 2 سالب، اشارتين مختلفات عند ضرب عددين لهم اشارات مختلفه الناتج بدها تطلع اشارته سالب، اذا الناتج بيطلع عندي سالب 32. نيجي للمساله اللي عندي هون، ضلت سالب 3 قوى 4. هذا الحكي شو معناته؟ انه السالب 3 هي الاساس، سالب 3 مضروب بنفسها 4 مرات، سالب 3 ضرب سالب 3 ضرب سالب 3 ضرب سالب 3. وبحل كل عددين باخذهم مع بعض، سالب 3 ضرب سالب 3 بضرب بشكل طبيعي 3 ضرب 3 9، وسالب في سالب اشارتين متشابهات، ولما اضرب عددين لهم نفس الاشاره الناتج بده يطلع اشارته موجب. طيب شو ضل عندي؟ ضرب سالب 3 ضرب سالب 3، اللي ضل عندي بنزله. هلا باجي برضه باخذ كل عددين مع بعض، 9 ضرب 3 27، التسعة اشارتها موجب والثلاث اشارته سالب، فعندي عددين لهم اشارات مختلفة الناتج رح يطلع سالب، سالب 27. شو ضل عندي؟ ضرب سالب 3. باجي باخدها على جنب بنفس الطريقة، 27 ضرب 3 اضربها، 3 ضرب 7 21، 3 ضرب 2 6، و2 باليد 8 81.
27 ضرب 3 طلع الناتج عندي 81، وال27 شو اشارتها؟ سالب. ال3 شو اشارتها؟ سالب. عددين لهم نفس الإشارة، لما أضرب بضرب والناتج إشارته موجب. بهاي الطريقة يا مس بحل أو بجد قيمة المقادير الأسية اللي عندي. مشان نفهم أكثر، هون بحكي لك عبر عن كل من الأعداد التالية بصورة أسية. هلا شو عندي هون العدد؟ كم صفر قدام الواحد؟ 1 2 3 4 5 6. واحد قدامه 6 أصفار، كيف بنقرأه؟ مليون. طيب كيف بدي أكتب المليون بصورة أسية؟ هلا لما يكون عندي واحد قدامه أصفار، باخد العشرة هي الأساس، تمام؟ قديش عندي الأصفار عددهم؟ 1 2 3 4 5 6، معناته الأس بده يكون 6. فلما يكون عندي عدد بهذا الشكل باخد 10 الأساس، وكم عدد الأصفار هي برفعها للأس. هلا نيجي للعدد 54. 54 بدي أكتبه بصورة أسية كمان يا مس، برجع بحلله بطريقة شجرة العوامل. 54 هي عبارة عن حاصل ضرب عددين ببعض. ال 54 عبارة عن حاصل ضرب، شو العددين اللي بضربهم ببعض بيعطيني 54؟ عندي 2 ضرب 27. طيب 2 ضرب 27 باجي بسأل حالي نفس السؤال، الأربعة الاثنين هل هو عدد أولي ولا لا؟ 2 ما في أي أعداد بضربها ببعض إلا 1 ضرب 2، معناته 2 عدد أولي، بخليه خلص بوقف هون. هلا باجي بحكي ال 27 عدد أولي؟ لا مش عدد أولي، في أعداد بضربها ببعض بتعطيني 27 غير الواحد ضرب 27. شو هي؟ عندي 9 ضرب 3. طيب باجي بسأل لحالي نفس السؤال هون، 9 هل هي عدد أولي؟ لا يا مس مش عدد أولي، في أعداد بضربها ببعض بتعطيني 9 غير الواحد ضرب 9. شو هي؟ عندي 3 ضرب 3. طيب باجي بسأل نفس السؤال هون، الثلاث اللي عندي هون هل هي عدد أولي؟ يا مس عدد أولي، خلص بوقف. وعندي الثلاث هون كمان عدد أولي، والثلاث هون عدد أولي. فاللي بعمله باجي بحكي الأربعة وخمسين هي عبارة عن حاصل ضرب الأعداد الأولية، اللي هي 2 ضرب كم؟ 3 عندي هون، 3 ضرب 3 ضرب 3. طيب كيف بدي أكتبها بصورة أسية؟ شو الأعداد اللي مكررة عندي هون؟ الثلاث. كم مرة تكررت؟ 3 مرات. باخد الأساس 3 هون، والأس اللي هي كم مرة تكررت؟ كم مرة تكررت؟ 3 مرات. فبحكي 3 قوى 3. طيب يا مس والتنين اللي ضلت هون بنزلها مثل ما هي، 2 ضرب 3 قوى 3. فلما عبرت عن ال 54 بصورة أسية بعبر عنها بهذا الشكل، 2 ضرب 3 قوى 3 أو أس 3. ناخد مثال ثاني. عندي هون ال 180، بدي أجي أكتب ال 180 بصورة أسية بنفس الطريقة، بحللها عن طريق شجرة العوامل. ال 180 باجي بحكي ال 180 هي عبارة عن حاصل ضرب، شو الأعداد اللي بضربها ببعض بتعطيني 180؟ عندي العشرة ضرب 8. طيب 10 ضرب 8 باجي بحكي هل العشرة عدد أولي؟ شو يعني عدد أولي؟ يعني ما في أعداد بضربها ببعض بتعطيني 10 إلا 1 ضرب 10. شو هذا الحكي معناته؟ إنه العشرة مو عدد أولي. ليش؟ لأنه في عندي 2 ضرب 5 بتعطيني 10. طيب 2 ضرب 5 باجي بحكي 8 عدد أولي؟ لا، في عندي 4 ضرب 2 بيعطيني 8. طيب باجي للي اللي صار عندي هون، 2 عدد أولي؟ عدد أولي، بوقف. الخمسة عدد أولي؟ الخمسة عدد أولي، بوقف. طيب الأربعة هل الأربعة عدد أولي؟ لا يا مس مش عدد أولي، لأنه في عندي 2 ضرب 2 بيعطيني 4. 2 عدد أولي بوقف، والتنين عدد أولي هون برضه بوقف، والتنين اللي عندي هون عدد أولي. فباجي بحكي إنه ال 180 هي عبارة عن حاصل ضرب الأعداد الأولية. شو الأعداد الأولية اللي طلعت عندي هون؟ 2 ضرب 5 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2. طيب شو الأعداد اللي تكررت عندي؟ عندي
التنين هون تكررت أربع مرات، هذا الحكي معناته إنه باخد التنين هي الأساس، كم مرة تكررت؟ تكررت عندي مرة، مرتين، ثلاث، أربعة، معناته مرفوعة للقوة أربعة، اثنين مرفوعة للقوة أربعة، شو ضل عندي؟ عندي الخمسة، بنزلها مثل ما هي لأنه ما في إشي تكرر معها، خمسة ضرب اثنين قوة أربعة أو أس أربعة. طيب نيجي للمثال اللي عندي هون. هلا ال 225 بنفس الطريقة أول شي بعمله بحللها من خلال شجرة العوامل، باجي بحكي ال 225 هي عبارة عن حاصل ضرب أي عددين في بعض، عندي 45 ضرب 5. طيب باجي بحكي هل ال 50 عدد أولي؟ لا، عندي ال 45 هل هي عدد أولي؟ لا يا مس، شوفي أعداد بضربها ببعض بتعطيني 45، عندي 9 ضرب 5. طيب 9 ضرب 5 هل التسعة عدد أولي؟ لا يا مس، شوفي أعداد بضربها ببعض بتعطيني 9 اللي هي 3 ضرب 3. طيب الثلاث عدد أولي؟ عدد أولي معناته بوقف، والثلاث اللي عندي هون برضو عدد أولي بوقف، الخمسة عدد أولي والخمسة اللي هون عدد أولي. هلأ باجي باخد إنه الميتين وخمسة وعشرين تساوي حاصل ضرب الأعداد الأولية اللي هي ثلاث ضرب ثلاث ضرب خمسة ضرب خمسة، زي ما طلع عندي بالشجرة العوامل، ثلاث ضرب ثلاث ضرب خمسة ضرب خمسة. هلأ هون باجي بجهزهم، التلات كم مرة تكررت؟ مرتين، هذا الحكي معناته انه التلات هي الاساس، تكررت مرتين، الاس تنين ضرب الخمسة، كم مرة تكررت؟ الخمسة تكررت مرتين، معناته الاس بده يكون تنين. وهيك يا مس بنكون كتبنا المقادير اللي عنا هون بصورة اسية، ويعطيك